مثلت مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة أمام المحكمة لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي في قضية كثفت التدقيق في سجل السعودية الخاص بحقوق الإنسان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وكانت الناشطات وبينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهاتون الفاسي قد تم اعتقالهن في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة للاشتباه بإضرارهن بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معايدية في الخارج. خلف أبواب مغلقة قررت السلطات السعودية محاكمة عدد من الناشطات السعوديات في جلسة سرية، وبعيدا عن أعين الإعلام والمؤسسات الحقوقية التي ترفض انتهاكات الرياض الإنسانية. 10 معتقلات على الأقل، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيز اليوسف وإيمان الحربي، يخضعن بحسب صحيفة معتقلي الرأي على موقع تويتر لمحاكمات جائرة بسبب مواقفهن المعارضة لسياسات المملكة القمعية. المحاكمة التي تزامنت مع حملة ممنهجة من التخوين واتهامات بالعمالة تقوم بها بعض الأذرع الإعلامية للنظام، منعت الناشطات من توكيل محام ولم يتم أبلاغهن إلا بموعد الجلسة، ضاربة عرض الحائط بجميع الدعوات إلى أن تكون محاكمتهن علنية تبث على الهواء مباشرة ويسمح فيها للناشطات بالدفاع عن أنفسهن. ولعل أكثر ما يثير مخاوف الحقوقيين هو أن يتم الحكم على الناشطات وفقا لتهم سابقة تم توجيهها على أساس اعترافات تم إرغامهن على التوقيع عليها بعد جلسات التعذيب والتحرش والإهانات، والتي قد يكون ما تسرب منها للإعلام مجرد غيظ من فيض ما تعانيه هذه النساء خلف القضبان. وتنضم إلينا من ستوكهولم الكاتبة والناشطة الحقوقية هناء الخمري، أهلا بك على التلفزيون العربي. إذا يعني منع الإعلاميون والدبلوماسيون من الولوج وحضور إلى المحكمة وحضور الجلسة، هل لديكم فكرة عن الأجواء التي حاطت بجلسة محاكمة الناشطات السعودية؟ المحاكمة كانت شبه سرية. المحاكمة كانت شبه سرية وحضرها بعض أهالي الناشطات. نحن غير متأكدين إذا سمح بمراقبين مستقلين حضور هذه المحاكمة. صدمنا جدا حول خبر تحويل المحاكمة من المحكمة المتخصصة بالإرهاب إلى محكمة أخرى بين يوم وليلة. وإذا دل هذا على شيء يدل على عدم استقلالية النظام القضائي في السعودية. والموضوع يطرح الكثير من التساؤلات، كيف بين يوم وليلة يتم اتخاذ قرار بهذا الحجم، تحويل قضية دامت لأكثر من عام حيث كان عدد بعض الناشطات خلف القضبان لأكثر من عام، كيف يتم هذه تحويلها إلى هذه المحكمة؟ الأجواء كانت غريبة للغاية، خاصة بعد تقارير التعذيب والانتهاكات النفسية والجسدية التي تعرضنا لها الناشطات. لم يكن هناك أي سؤال حول وضعهم. المصيبة العظمى أن المدعي العام طالب بسجنهم بعد عرض لائحة الاتهامات عليهم والتي تتعلق بشكل عام حول حقوقهم المدنية الطبيعية جدا، طالب بإسقاط حكم سجن لمدة 5 أعوام وتعزيرهم تعزيرا شديدا. يعني يتساءل المرء بعد كل هذه الفترة من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإساءات والتشهير وتشويه السمعة لنساء نبيلات وناشطات أردنا فقط الحصول على حقوقهم الأساسية في البلاد، فيتساءل المرء يعني هل طيب اسمحي لي فقط، يعني تغيير المحكمة من محكمة جزائية إلى محكمة إرهاب، هل كان لدى ذويهم العلم بانتقالهن من محكمة إلى أخرى؟ أم كان الأمر مفاجئا في اللحظة الأخيرة؟
بالضبط، كان مفاجئا بالتحديد، بالضبط كان الامر مفاجئا للغايه، وتم ابلاغ الاهالي في نفس اليوم يعني. وهذا يعكس عدم استقلاليه النظام القضائي في السعوديه، نظام ظالم، النظام القضائي جدا عبثي. ونحن كما نعرف انه يفتقر النظام السياسي والقضائي لفصل بين السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه. يعني أشخاص مقربين لدائرة ولي العهد محمد بن سلمان أشرفوا على عملية تعذيب هؤلاء الناشطات. ففي نفس الوقت يعني من المهم الاعتراف أنه طبعاً تحويلهم إلى هذه المحكمة أقل سوءاً من محكمة الإرهاب السيئة الصيت التي استهدفت الناشطين وسجناء الرأي والضمير بشكل عام. لكن هذا لا يقلل من أو لا يعطي أي أمل بأن هناك أي فرصة أن يحصل هؤلاء الناشطات والحقوقيات لمحاكمة عادلة. والإشكالية الأخرى أن موضوع حصولهم على محامي يعني لا يسمن ولا يغني من جوع في المقام الأول، خاصة أن المحامي لن يكون قادرا عن الدفاع عنهن بشكل حقيقي، ويستطيع استجواب النظام القضائي الذي وجه ولاءه الأول والأخير للملك وليس للشعب. نعم سيدة خمري، اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بأنه الناشطة السعودية المعتقلة المسجونة حاليا في المحكمة الجزائية لوجين هذلول تتعرض بسبب يعني حريتها أو دفاع عن حقوق المرأة إلى حملة شرسة بحسب ماكرون، ولأنها سجنت فقط برأيه لأنها انتقدت النظام الذي يضع النساء تحت وصاية الرجال في السعودية. أنتن كمدافعات عن حقوق المرأة في الخارج، أنت متواجدة في ستوكهولم، هل هناك في المستقبل في الأيام القادمة يعني طريقة لإرسال صورة أوضح إلى قادة العالم، خاصة وأن ماكرون الذي يعني معروف بتوقيعه صفقات كبيرة مع السعودية وتغاضى كثيرا عن التعبير عن حرية هذه النساء أو حقهن في الدفاع عن أنفسهن، هل هناك طريقة جديدة أو متبعة للتضامن معهن وإرسال صوتهن إلى الخارج؟ نعم، في الحقيقة يعني الجهود العظيمة والكبيرة التي قام بها منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين في الخارج أدت لتسليط الضوء على واقع الناشطات ومدافعات حقوق المرأة داخل السعودية. ويعني حتى الخطاب الذي وجهه ماكرون هو بسبب ضغط المجتمعات الحقوقية والسياسية حول واقع المرأة في السعودية وواقع الناشطات بالتحديد. وأظن أن هذا الضغط سيستمر، وأظن أن هذا الضغط ساهم في عملية تحويل المحكمة من محكمة الإرهاب إلى المحكمة الأخرى كنوع من تخفيف الضغط والانتقادات الموجهة للنظام السعودي. فمن المهم جدا مواصلة هذا الضغط، لأنه هذا أضعف الإيمان وأقل شيء يملكه المجتمع المدني في الخارج، خاصة أن المملكة العربية السعودية تفتقر لأي نوع من أنواع الحراك المدني المستقل من العائلة المالكة. العقيدة الوحيدة التي يمارسها نظام الحالي وولي العهد محمد بن سلمان هي عقيدة إما أن تكون معي أو أن تكون ضدي. يعني هؤلاء الناشطات لم يطالبوا بإسقاط النظام، طالبوا بحقوق أساسية، ويعني هن نبيلات، حتى أنهم واصلوا حياتهم في السعودية وعلى أمل أن يتم التغيير من الداخل، وفي النهاية تم التشهير بهن وتشويه سمعتهن، في حين أن المجموعة التي اغتالت الصحفي جمال خاشقجي بالطريقة المرعبة في القنصلية السعودية لم يتم عرض صورهن، لم يتم نشر هويتهن، وحتى أن بعض منهن بعض هؤلاء أفراد هذه العصابة التي قامت باغتيال الصحفي جمال خاشقجي ما زالوا يعملوا داخل النظام الحاكم. فلا بد من استمرار الضغط، لأن هذه الوسيلة الوحيدة لإجبار النظام السعودي لاحترام حقوق الإنسان نوعا ما. شكرا لك هناء الخمري الكاتبة والناشطة الحقوقية، كنت معنا من ستوكهولم.